السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا مصطفى قناة رفيق الدرب. درس جديد بمستوى البابي، الكتاب التمارين تشالشما يونيتا بيش. هايال دريمز، أحلامنا. جاء القسم جاء آر إذا. Hazırlık çalışması 1. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını uygun boşluklara yerleştirelim. لننقل إلى الفراغات المناسبة لننقل مجموعات الكلمات والكلمات التي في الأسفل. هيال جج جج قوة قدرة. تحولت جا لجا الأو مضاف القدرة الخيالية. زين سال إكزرسيز تمرين إكزرسيز تمرين زين سال ذهني. هي السال هي لاحقة ذهني. بوزيتيف دوشنجة فكرة إيجابية. هيال كورماي هيال حلم خيال كورماك هذا فعل الإنشاء تكوين إنشاء خيال يعني التخيل. هون الياء حماية والإي علامة مفعول به المحدد بالرتمة للفعل المناسب في الجملة اللي راح نشوفها. إيشي تسال فاغورسال السمعية والبصرية. إيتمدا في التربية في التعليم في التربية. فراغ ماتريالر تشوك أنامندر كتير مهمة. الماتريال الماتريال يعني المعدات اللي تلزمنا داخل الصف، مثلا صورة مقطع صوت إلى آخره. هاي المواد التعليمية له سبب نكتب عليها أو مواد تعليمية. تمام، أين مواد طبعا كتير مهمة؟ هي المواد السمعية والبصرية، يعني صور مخططات إلى آخره في الصف لما نعطي دروس مهمة كتير هاي الماتريال. إكي بيجيلري دها كولاي هاتر لاماكي تشي من أجل تذكر دها كولاي أسهل تذكر شو هاتر لاماك هذا المصدر تذكر المعلومات. فراغ يب ماليز. طيب مالي هون يجب الياء حماية الإز نحن نحن يجب أن نعمل. طيب تنعمل شو نحن من أجل تذكر المعلومات. بالجيلري هذا الإي علامة المفعول به المحدد للفعل هاطرلا. طبعا نحن يجب أن نعمل شو شيء طبيعي تمرينات ذهنية تمرين ذهني زين سال إكزرسيز. 3. Başarılı insan. الإنسان ذو نجاح يعني الإنسان الناجح. لرن لار جمع الإن مضاف إليه شغول هو هذا المضاف. معظم الناس أكثرية الناس الناجحين. فراغ سفر لار يحبونه. طيب هاي سفمك هذا فعل الحب الآور راقني الزمان اللار هم بيحبوا. طيب شو بيحبوا؟ شيء طبيعي هيال كورماي. لاحظوا أنه كلمة هيال كورما إنشاء خيال يعني تخيل. الياء حماية والآ علامة مفعول به المحدد للفعل سبمك. دوت 4. Güçlü insanlar hayatta daha başarılı oluyorlar. الناس المقتدرين القادرين يعني اللي عندهم قدرة güçlü hayatta في الحياة daha başarılı ناجحين أكثر oluyorlar يصبحون. طيب منا ضلت عنك خيال جوجو وفي عنا بوزيس دوجونجا شيء طبيعي الخيال جوجو يعني القدرة الخيالية. تمام، الناس يصبحون أكثر نجاحا في الحياة الناس اللي عندهم قدرة خيالية. بيش ما ظلت عنا غير بوزيتيف دوشنجا إلى جوزيلكلري حياتمزا تشكبيليرز. طيب نحن الهي برا جني زمان الأبي الاستطاعة معناتها نحن نستطيع. تشيك ماك فعل السحب. نحن نستطيع أن نسحب جزال ليكلري. تمام،
الجمال هيطمز إلى حياتنا. طيب خرجنا نحن نسحب الجمال بذلك الأشياء الجميلة، هذا الإي علامة مفعول به المحدد للفعل تشكمك. طيب نحن نستطيع أن نسحب الجمال إلى حياتنا بواسطة شو؟ الأفكار الإيجابية positive düşünce. Pozitif düşünceyle güzellikleri hayatımıza çekebiliriz. لهون درسنا أصدقائي انتهى. في الدرس القادم راح نأخذ درس قراءة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ومشاركة القناة مع أصدقائكم من أجل أن نتعمل فائدة ومن أجل استمرار القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.